مرحبا مشاهدينا، وصفتنا اليوم اللي هي كيف نعمل تشيكن رول محشي بالفطر والاعشاب الطبيعيه والفليفله الحمراء. وصفه مميزه جدا وشهيه، هلا رح تشوفوها معي و رح نحضرها قدامكم. مثل ما شايفين عندي اول شيء مقدار 250 جرام من الدجاج الفيليه، صدر الدجاج، وهيدي الوصفة ايضا صحية ما حيكون فيها نسبة زيت لانه هلا فرجيكم، ولا حاستعمل البيض فيها. عندي فليفلة حمراء مقدار 50 جرام، فطر بمقدار 50 جرام، وهيدا الفطر منه معلب، هيدا الفطر انا بجيبه طازة بقطعه، بحط مي على النار، شوية ملح، خل ابيض، وشوية عصير حامض، اوكي، بس يغلو بسقط فيهم الفطر المقطع لمدة 3 دقائق، ومن بعدها برفعه وبصفيه وبستعمل هيدي المي للحفظ بمرتبين، بصير عندي هيك بداين اكثر وممكن تفريزه. ايضا عندي معلقة كبيرة من البصل المقطع، نص معلقة كبيرة من الثوم او حصين من الثوم، عندي بقدونس معلقة كبيرة، وعندي حبق صغير قطفتهم من عندي من الزريعة مقدار معلقة كبيرة. فيي استعمل انواع الحبق، عروق الحبق الكبيرة ما مشكلة، انا اليوم رح استعمل عروق حبق صغيرة، رح فرجيكم معي الوصفة. اوكي، اول شغلة اللي حعملها اللي هي انه رح شرح صدر الدجاج بهذا الشكل من هاي الميلة، اوكي، بشرحه قليلا. اوكي، صار عندي هيك. هلا رح دقه، بحط ورق نايلون من تحت ومن فوق ودقه قليلا بشكل جيد ما يتخزق معي. اذا مثل ما شايفين صار عندي صدر الدجاج جاهز. هلا رح ننتقل للحشوة ونرجع نفرجيكم كيف نحشيها. اما بالنسبة للحشوة رح نوضع قليل من زيت الزيتون، اوكي، مقدار معلقة كبيرة، اكيد ما رح اقلي كل شيء اليوم. نوضع الفليفله، ونوضع فوقه الفطر، ثوم، والبصل، ونحرقهم بهذا الشكل. بسيطة جدا، عملية طهو بسيطة لياخذ نكهة. يعني بنطبخهم لمدة 3 دقائق بنرجع من الفرن. رشة ملح، نص معلقة صغيرة، اوكي، صاروا عندي جاهزين. والفليفلة دبلت قليلا، هيدي اللي بدي احصل عليها، ما بدي غير لهم لونهم. اذا مثل ما شايفين عندي الدجاج جاهز، رح اوضع رشة من البصل البودرة، اوكي، رشة صغيرة، هيدي بتعطيني نكهة جيدة. ورشة صغيرة من الثوم البودرة، هيدي من الداخل. وبما انه ما وضعت كمية ملح كبيرة، رح ارجع اوضع ملح من الداخل للدجاج. وهلا رح اوضع البقدونس، ما طبخته لانه بدي اياه يعطي عصارته كلها بقلب الدجاج. ورح اوضع الحبق، مثل ما شايفين رح يعطيني لون جميل اخضر، لانه اذا بطبخه مع المقادير اللي عملتها
ف رح يصير لونه غامق وغير جميل جدا. رح نباشر بوضع الحشوة بهذا الشكل. وصفة كتير لذيذة ومش هتندموا اذا جربتوها، وما تستصعبوها منا صعبة. بيض الوجه اوكي. اذا عندي صاروا جاهزين، رح اوضع الفليفلة بهذا الشكل. بالمنتصف اوكي. مثل ما شايفين انا وضعتها، رجعت على ورق نايلون، في اوضاعها على ورق الومنيوم، في اوضاعها على ورق نايلون، كان لازم اوضعها من البداية بس اوكي. هلا مثل ما شايفين كمان الكمية الموجودة هون اذا كانت عندي كبيرة وما بتساعدني انه لف بقلل منها. هلا مباشرة رح لف الصدر بهذا الشكل. اصبح عندي مدور جميل جدا. هلا رح نلفه قليلا هيك، رح نوضعه بالبراد، ورح ننتقل للخطوة الأخيرة اللي هي كيف نحطه بالبريد كرامز. أكيد رح تشوفوا عندي هلا على الشاشة وصفة كيف بنعمل البريد كرامز، كتير سهلة وجيدة جدا رح تطلع عندكم. أوكي مثل ما شايفين عندي هون طحين شوفان، طحين شوفان ومي خلطتهم. أكيد 100 جرام طحين شوفان و100 جرام ماء بصير عندي هذا الخليط. اليوم ما رح نستعمل بيض، وانا بدي ريحكم لانه تستغنوا عن البيض وقت اللي بتعملوا اسكالوب. اكيد لذيذ البيض، فينا نستعمل بيض، بس في ناس يمكن ما بتحب او عندها مشاكل بالنسبه للبيض، كان كوليسترول من صفار البيض او شيء. اذا عندي طحين شوفان، وفي استعمل طحين عادي، طحين شوفان وماء اوكي، وعندي بريد كرامز اللي هو جهزته من الوصفة اللي حبين عندكم على الشاشة فيكم تشوفوها. اذا عندي هول صاروا جاهزين اللي رح نعمله هلا. اوكي عندي صدر الدجاج، رح غطه بالطحين والماء بهذا الشكل لانه بعدين بدي يتلاصق عندي اوكي. الخبز صار عندي هيك، ما تخافوا لو كان فتح شوي ما مشكلة، ما بدي رققه لانه بيروح شكله ومنظره. هلا حطه مباشرة بالبريد، و مثل ما شايفين بشكل سهل رح يتلاصق عندي الخبز. وصفة ولا أشهى ورح تعجبكم وجميلة جدا لعشاء رومانسي مع الزوج، رح تعجبه رح يستمتع بأكله. إذا كبس عليا قليلا، صار عندي صدر الدجاج جاهز، رح ننتقل لطبخه. مرة أخرى قليل من زيت الزيتون، معلقتين كبار، في استعمل الزيت النباتي أكيد. أوكي هم الزيت قليلا. أما مشاهدينا إذا أنا بخاف يفك عندي الصدر، في استعمل الكردو لسكره بس، ولكن ما في داعي يعني. انا ما بدي دقه كتير للصدر لانه بيطلع كتير مبروم وهيك، ما بدي هذا الشيء يصير. انه هلا مجرد ما احطه رح يلتصق عندي.
نوضعه على النار بهذا الشكل، نعطيه لون، نعطيه لون على الجهتين لأنه رح نرجع نفوته على الفرن لينطبخ. نقلبه على الجهة الأخرى كما شايفين لون جميل جدا، والصدر شكله مش مبروم. ما بطول كتير مشان ما يحترق عند الخبز. لونه من جميع الجهات. اوكي، اذا صار عندي جاهز رح ادخله على الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 8 دقائق، رح يكون عندي جاهز. نرجع ننتقل لنفرجيكم كيف رح نقطعه. الدجاج صار عندي جاهز ومستوي. هلا رح نفرجيكم كيف رح نقطعه. اكيد بنتركه تقريبا على الاقل 5 دقائق بس يطلع من الفرن لاقدر اقطعه. ما في اقطعه، هو كتير سخن. اول شيء بحرق ايدي، ثاني شيء ما رح يساعدني كتير. اوكي، حتى بعده سخن هلا كمان. منظر ولا اشهى. مثل ما شايفين اكيد في اقدم معه الخضار المسلوقة، لذيذ جدا. اوكي، هلا مثل ما شايفين صار جاهز. بتمنى هيدي الوصفة تكون نالت اعجابكم واستفدتوا منها، وصفة مميزة جدا. تابعونا دايما وما تنسوا الاشتراك ومشاركة الاصدقاء. بدي لكم الف صحة من مطبخ الشيف احمد، والى حلقة مقبلة.